اهلا وسهلا، مرحبا بكم. انا في البيت المباشر في هذا الحدث، استنفار امني بمدخل مدينه الفنيدق، بعدد كبير ديال العناصر الامنيه والدرك الملكي اللي توصل الان في هذا الحدث هنا المنطقه الحدوديه مرورا الى منطقه بليون. نشيدا مرحبا بكل المتابعين الاوفياء. لاحظوا متابعينا شنو وقع في هذا الحدث، استنفار امني بسبب عميل ديال الهجره طبعا، والحمله الفيسبوكيه اللي دعت الى هجوم جماعي للحركه يوم 15 طبعا، على ادلال جند السلطات الامنيه سواء سلطات الامن الوطني او القوات المساعده والدرك الملكي كذلك وسلطات عمالات المرياق اللفنة. إذا كما كتبوا معنا متابعينا 24 في هذا البث المباشر هنا على مستوى المعبر الحدودي، طبعا السلطات الأمنية كتقوم بحملة لإبعاد المواطنين طبعا تزامنا مع الحملة الفيسبوكية من أجل القيام اللي كتقوم بها طبعا سلطات عمالة المضيق للفنيدق. في هذه اللحظات وصول لكوكبة ديال الدرك الملكي، يعني لاحظوا على جنبات الطريق هنا عناصر الدرك الملكي متسبعينها اللي كتقوم بحملة تنشيطية سواء بالفنيدق أو بمناطق بليونش. لأن تحسبا لهذه الحمله الفيسبوكيه اللي تدعي الشباب القاصرين الى الهجوم الجماعي او الهجره بحرا صوب مدينه سبته المحتله. اذا هنا بمدينه الفنيدق متابعينا لاحظوا الاستنفار الامني هنا على مستوى عمالات المضيق الفنيدق في اتجاه بليون. شهدوا سيارات ديال الدرك الملكي هنا امامكم مدينه سبته متابعينا، هنا استنفار امني كبير في هذه اللحظات. سلطات ديال الدرك الملكي والامن الوطني والقوات المساعده، السلطات المحليه طبعا واللي سبق العمالات المضيق للفنيدق صدرت بلاغ، والسلطات الامنيه اللي اعتقلت عدد كبير ديال المحرضين خاصه القاصرين، وبالنسبه لها وبالنسبه للدرك الملكي ولا الامن الوطني كما كتبوا معنا هنا بمدينه الفنيدق. إذن متابعينا الأجواء طبعا هنا استنفار أمني كبير، وكما سبقنا عملنا في مباشر سابقا السلطات عملة الفنيدق أن دارت السياج الحديدي من الفنيدق إلى وصولها إلى المعبر الحدودي لتصدي هذه الحملة الفيسبوكية ديال المهاجرين السريين اللي باغيين يقتحموا مدينة سبته وصولا إليها من الفنيدق بالسباحة. وهذه العملية سبق لها يعني في وقت سابق كانت، وتمكنوا مجموعة من الشباب من العبور، وكاين اللي تم الإيقاف ديالهم، وكاين اللي تم للأسف الوفاة، يعني كان عدد ديال الوفيات بالجملة. هنا ضرورة تسألوا ما بغيناش تحول شواطئ عمالة المضيق للفنيدق إلى مقبرة جماعية متسبعينا، لأنه كفانا من هذا الإجراء الغير الشرعي بهذه الطريقة المأساوية. إذا على جنبات الطريق متسبعينا كما كتبوا بأن السلطات الأمنية منتشرة هنا وهناك من أجل إبعاد هذا الشباب متسبعينا، وكما تابعتوا معنا عناصر الدرك الملكي القادمة من القيادة الجهوية للدرك الملكي بتطوان تنسيق مع السلطات عمالة المضيق للفنيدق والسلطات الأمنية على مستوى ولاية أمن تطوان والأمن الإقليمي بالفنيدق. الآن عناصر الدرك الملكي كتبنا مصادر أنهم في اتجاه قرية بليونش من اجل تعزيز المنطقه هناك وضبط الامور باش ما تخرجش على السيطره. اذا كما كتبعوا السيارات ديال القوات المساعده والامن الوطني والدرك الملكي منتشره من هنا وهناك لايقاف هذا النزيف طبعا للاسف اللي تيخلف ضحايا بالجمله، وكما تبعتوا معنا ان عدد كبير ديال الوفيات للاسف اللي داو الثمن ديالهم غالي بعد ما تلاحوا في البحر باش يدخلوا مدينه سبته بالسباحه للاسف. اذا متابعينا هذه الاجواء الان هنا بمدينه سبته وبالفنيدق كما تبعتوا معنا، غرس امنيه مشدده، حملات تمشيطيه الاحياء ومجموعه من الشوارع والازقه ديال مدينه الفنيدق اللي كتعرف بالفعل ركود اقتصادي وازمه خانقه بعد ما تم اغلاق المعبر الحدودي بدايه الكوفيد. اذا كما قلت بالنسبه للسكينه ديال الفنيدق كتعيش من هذا التهريب المعيشي هنا، وطبعا نتركم في الصوره متابعينا ان هذه مدينه سبته اللي امامكم هي هذه، يعني الشباب اللي تيغامروا بحياتهم تيدخلوا بالسباحه من هذه المنطقه هنا، من هنا تيدخلوا بالسباحه باش يوصلوا هنا لمدينه سبته. للاسف كاين اللي كيوصل وكاين اللي تيتوفى غرقا، وهذه حالات يعني تسجلوا كثيره سواء في البدايه ديال الكوفيد بعد ما تم اغلاق المعبر الحدودي كما قلت، واللي كان عدد كبير ديال النساء والرجال التهريب المعيشي تيعيشوا من هذا المعبر الحدودي مدينه سبته، ولكن للاسف انه الساكنه ديال الفنيدق الان كتعيش ازمه خانقه بسبب هذا الاغلاق ديال مدينه سبته في وجه الساكنه ديال الفنيدق او سكان اخرين اللي كانوا تيعيشوا من التهريب المعيشي. اذا السلطات الامنيه ما زالت منتشره هنا وهناك كما تبعتوا معنا في هذا البث المباشر متابعينا 24 انه عناصر الدرك الملكي وعدد كبير ديال السيارات، اكثر من 40 سياره في حمله
الحملات مشيت ليا هنا بالفندق اتجاه باليونج طبعا. والحمله الفيسبوكيه اللي دعوا لها مجموعه ديال الاشخاص اللي تم الايقاف على اثرها حوالي 60 شخص اللي تيدعيوا ان يكون هجوم جماعي يوم 15 اللي تيصادف الاحد من شتنبر. إذن ما زلنا الحيطة والحذر متسمينة، ولتذكير أن مدينة سبت الآن بعد إغلاقها وفرض تأشيرة الدخول يعني الفيزا ديال شنغن بدات واحد الأزمة الخانقة هنا، الشيء اللي أدى السكان ديال الفندق تعيشوا الجحيم. مجموعة ديال السكان اللي كانوا أو المواطنين القادمين من مختلف المدن المغربية، ولكن بداية من الكوفيد أو بداية ما تم إغلاق الحدود في وجه النساء ورجال تهريب المعيشة وتنفرض التأشيرة، هنا رجعت هذه الموجات ديال الحريق بالسباحة، شيء اللي للأسف تأدي الثمن غالي، يعني كتكون وفيات بالجملة وهادشي ما بغيناش. على العموم حملة وحملات أمنية ما زالت مستمرة كما كتبوا معنا هنا بمدخل الفندق اتجاه المعبر الحدودي. الأزمة الخانقة كما قلت اللي كتعيشها المدينة بعد ما تم إغلاقها بصراحة، لأن عدد كبير ديال الأسر اللي كانوا تعيشوا من تهريب المعيشي كما قلت، يعني عدد كبير ديال الأسر اللي كانوا تعيشوا من التهريب المعيشي هنا مدينة الفندق ومجموعة ديال المدن المغربية الآن تعيشوا الأمر الراهن والركود الاقتصادي، يعني أزمة خانقة كتعرفها المدينة، فيما أن مجموعة الأحزاب السياسية اللي طالبت السلطات أنها تفتح موارد أخرى للشغل لهذا الشباب ولهذ النساء ديال الفندق والضواحي ديال المدن المجاورة على مستوى تطوان مارتين ومدينة الفندق، ولكن للأسف طبعا العملية ديال الحريق بهذه الطريقة الغير القانونية الغير السليمة طبعا حنا بدورنا تنستنكروها لأن الله يحسن العوان، ولكن باش الإنسان أنه يكون المصير ديالو الموت في السباحة هادشي طبعا ما يتقبلوش شي واحد، ما يختلفوش اثنين أن الفندق كانت مدينة ديال الرواج، مدينة الاقتصاد، مدينة الحركة، ولكن الآن رجعت مدينة ديال شبح إن أصح التعبير، ولكن هذا لا يمنع أنه الإنسان يمكن له كما كنقولوا يرمي راسو في البحر والمصير ديالو تيكون مجهول. على العموم السلطات ديال الدركة الملكية والسلطات الأمنية مازالت منخرطة في هذه العملة التمشيطية كما كتبوا معنا هنا من قلب مدينة الفندق متسبينها من أجل ردع هاد الشباب، وطبعا كاين اعتقالات كاين إيقاف عدد كبير منهم كاين ترحيل ديالهم، ولكن مازالت الحملة مستمرة للأسف اللي الحملة الفيسبوكية اللي دعوا لها مجموعة ديال الشباب من أجل التحرير الحقيقة لسه باش غادي يغامر بحياته باش يدخل هذا المنطقة. احنا طبعا الإنسان كيفش على البديل كيفش على الطرف ديال الخبز، ولكن اللوائح أو الضحايا ارتفعوا بشكل مخيف وبشكل كبير، فيهم نساء رجال شباب فئات عمرية مختلفة يلقاو الحتف ديالهم غرقا، وهنا كل مرة البحر فين تيلوح شي جثة أو جثتين كما تبعتوا معنا في المباشر السابق بداية ديال الصيف على مستوى المنطقة ديال أزلق خرجوا جوج ديال الجثات، جثة ديال الشاب من تطوالي خرج مدينة سبتة المحتلة. طبعا الأزمة الخانقة اللي كتعرفها مدينة الفندق مجموعة ديال المدن دفعت هاد الشباب أنهم يغامروا بحياتهم ويتلاحوا في البحر، ولكن الظروف صعيبة هنا على ضوء أن تم تشديد الحماق على هاد العملية ديال الإجراء، ولكن للأسف. إذا متسابقين يوم 24 مازال معكم أمامكم مدينة سبتة المحتلة، هذه احنا كنتواجدوا الآن بالكورنيش ديال الفندق اللي كيعيش أزمة خانقة، لأن عدد كبير ديال الشباب اللي كانوا كيشتغلوا في تهريب المعيشي الآن لقاو الباب مسدود ما كاينش لقمة العيش إن أصح التعبير، الشيء اللي دفعهم أنهم يدخلوا أو يغامروا بحياتهم بالسباحة. طبعا كاين اللي كيتقن السباحة تيوصل وكاين اللي كيتقنها وما كيوصلش لأنه ما كتعرفش شنو التقلبات المناخية هنا في الشاطئ، خاصة هنا كنهضروا هذا المكان اللي أمامكم بالضبط متابعينا، هنا كتنطلق العملية خاصة كلما كانت رداءة أحوال الطقس كلما كانت الضباب كلما كان ضباب الكثيف كلما سيرتفع عدد ديال المهاجرين للأسف. إذن مزيد من الحيطة والحذر متابعينا، ما بغيناش بالفعل كما قلت أنها تحول شواطئ ديال عملات المضيق في نطاق إلى مقبرة جماعية، لأن عدد كبير ديال الوفيات تتسجل بسبب هذا. طبعا نعتبروه تهور، نعتبروه تخلف، نعتبروه جهل، نعتبروه فخ، نعتبروه اللي بغيتو، ولكن أنه الإنسان تراها باش يوصل أنه يعني يلقى الحتف ديالو غرقا، القضيه صعيبه وصعيبه بزاف، يعني اللي كتلاحظوا على جنبات هذه المنطقه اللي تم التسييج وتوزيع عدد كبير ديال السيارات ديال الامن الوطني او القوات المساعده والدرك الملكي كذلك. إذا متسبب دابا 24 شكرا لكم على التفاعل تعليقات تحياتي معتكف لكم من الفندق أمام المعبر الحدودي مدينة سبتة المحتلة، شكرا لكم أمين، نلقاكم بخير في مباشر آخر، تحياتي لكم إلى اللقاء.